قبل اي حاجه خلينا ندعي لاخواتنا بالنصر والصبر والاحتساب. اما بعد، فازيك يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. تاني فيديو ما بتاخرش عليك. المهم النهارده بالنسبه لي حدث، لان افضل رابر بالنسبه لي واللي هيحمل الرايه من بعده الاثنين في تراك واحد. بس بيني وبينك انا بكره التراكات اللي بتبقى بينهم بصراحه، عشان بتطلع عين اهلي في التحليل. المهم خلينا نبدا الحلقه، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو مش عامل، وبس كده يلا بينا نبدا. عندي تعليق صغير بس على اسم التراك، استاذ محمود البزاوي بالالف واللام، يبان ان هو اسم علم او اسم عيله، بس استاذ محمود بزاوي لا، الكلمه دي بالذات ما ينفعش تشال منها الالف واللام. بس ما علينا، يلا بينا نشوف الكليب بيقول ايه. هو مبدئيا كده دخلت الفيديو مرمي في ورقه جورنال قديم على الارض، تو فيها ان دلوقتي في المسارح سانتا وابي يوسف، وبناء على ده وانه مسارح وجو فينتج، مخرج قرر ان هو يحط افكت في اتش اس على الكليب اللي هو بيبين الكليب قديم شويه، فبشكل عام صايع على الدخله يعني. المهم خلينا نسمع سانتوت النوا هيقول ايه. عملت درس جبت فيه شباب مشهوره، اعلمهم الاعراب طلعت كله بعين مكسوره. ده شكلها حلقه طويله قوي، ده بيبيلد اب ببار وبيدي البانش في التاني على طول. المهم اعتقد انك فهمت الورد بلاي، المعنى الواضح انه كسر عين الشباب المشهوره، والمعنى التاني فهي جايه من النحو والاعراب وان حرف العين مكسور. وخد اكسترا حناكه بقى ان ممكن تمشي برضو ان الخصم مجرور، لان المجرور بيبقى مجرور بالكسره، او ان حرف العين مكسور فتبقى اول حرف من لفظ معين. يعني انا بحط كل الاحتمالات عشان الاثنين دول بالذات عندهم انجلز بنت لذينه. ركز في الصوره، وائل جمعه مش جسوره، مين سباك عمل لك بيت اصلك واقع من المزوره. ماشي انت فهمت ان وائل جمعه وائل جسار. الورد بلاي في كلمه المزوره بقى، اللي هو مين سباك عمل لك المزوره دي عشان بايظه او بتنقط، في حين ان المزوره هي المده الزمنيه في الموسيقى، او بمعنى اصح البار في البيت، فاللي هو مين البروديوسر اللي موقعك من على البيت كده. في الرابع واخدك جوله بينجو درام مصانع، الفرق اللعبه مش تمثيل، من قال انك مصانع. مش عارف بصراحه، بس انا ترجمت ان قصده الحي الرابع علشان هناك في زي منطقه مصانع كده، واخدك جوله في لغه الشارع يعني هيتخانق معاه وهيضربه يعني، بس الفرق ان الجوله دي هتبقى حقيقيه مش تمثيل زي المصارعه. اني مراجع بكتب التاريخ وفعل مضارع، وكله قال ان اللي جاي حرفيا قرو الطالع. البار ده جامد فشخ، ان الخصم واخده مرجع وبيتعلم منه وهو بيكتب التاريخ دلوقتي، فرسم صوره صايعه قوي. وفي ورد بلاي في قرايه الطالع، انهم عارفوا المستقبل وعارفوا ان هو اللي طالع فوق يعني. خد من زمان طفل نوتي في نوتي بيت، انت بس الجزء الاول، اسمك يا اسطى بوسيك. يا ابن اللعيبه على الورد بلاي يا سانتا، انا انبهرت. هو شبه الخصم بالطفل النوتي كاتبه في النوتي باد، اللي هي النوت باد اللي بيتكتب فيها البارات، بس عشان هو كاتب عليه بارات ابيحه فسماها النوتي باد. صايعه فشخ. اظن ان البار اللي بعده واضح، بس هو بار خبيث. خد الجزء الاول من بوسي كات واعتبره كلمه انجليزي، وده بياكد فعلا ان هي نوتي باد. عمتي قلبه بطني، ايوه الحاجه انتي نال، ما بنعملش حساب لحد بس بنعمل للبيب. يا دين النبي على دور دبلاي، بيقول لك عمتي قلبه بطني، ايوه الحاجه انتي نال، انتي او انتي اللي هي عمتي او خالتي، وانتي نال ده اصلا اسم دواء مطهر معوي، فردت على ايه؟ على قلبه بطني. والبار اللي بعده واضح، والبي بال ده زي بنك الكتروني لو ما تعرفش. استعيله بوما وامك راكبه ميتسوبيشي، كل مره بدي القيمه العالم في السماء. في ورد بلاي في عيله بوما اللي هي عيله فقر، وامك راكبه ميتسوبيشي عشان اللانسر بوما بتاعت ميتسوبيشي. غناء سيد درويشي او سيد مكاوي. البار ده ضحكني بصراحه، عشان سيد مكاوي ليه تقطوعه كده باسم الشتيمه اللي هو قايلها، وسانتا هنا بيقلده في الاداء، وهو قال سيد درويش يعني عشان القافيه مش اكتر. استاذ محمود بالزاوي ابعدوا عن النوع عشان في البيت مجنون غلاوي. استاذ محمود البزاوي هو ممثل معروف يعني، اكيد انت عارف، وانا بحب الراجل ده بصراحه، اولا لانه اهلاوي، ثانيا لان هو اكتف فشخ مع الناس وفاهم ميمز، حتى لما الاغنيه نزلت خد الموضوع فن وعمل عليها فيديو بتاع، فالراجل عسليه يعني. تعال نطلع على الخامس مدام منى، لا فلحته في راب ولا كتابه ولا في غنى. المهم اطلع لي على الخامس برضو فيها وورد بلاي، والمعنى الاول فيها ان هو الدور الخامس ومدام منى اللي هي بتبقى موجوده في المصالح الحكوميه، والمعنى الثاني ان هو عشان تحصلني لازم تفتح الغير على الخامس او تجري يعني. محقق احلامي انا كونان. حلوه الانجل بتاعت المحقق كونان دي فشخ، والاصل عنده لعبها ان هو محقق احلامه. سانتا عنتيل وورد بلايز، وهو واخد التراك ومفلق، ومش عارف بصراحه ابيوسف هيعلي عليه ازاي. انا متعود ان ابي دايما بيبقى الطرف الاجمد في اي فيتشر، فخلينا نسمع ابيوسف هيقول ايه. شايفك واقف على الريك ودي مش ارض الصلبه. الدخله بتاعت ابيو غريبه وصايعه فشخ، يعني كتبت وجهزت البيت وناقص لك ان انت تسجل بس، بس المشكله ان انت مش هتعرف تريك. ليه؟ علشان انت ما بتعرفش تراب. والورد بلاي هنا ان هو شبه التسجيل انه شيء مادي، وقال له ان الريك مش ارضيه صلبه فانت هتقع من على البيت يعني. مفيش صوب والهلع على عملته في مالطا. مفيش دي جايه معايا بمعنى غريب قوي، هو عشان انا ليا في القماش وكده، فالمنفيش ده نوع من انواع الخام بتاع الستاير. هو اكيد مش قصده كده، بس قلت اديك معلومه وانت قاعد يعني. هو قصده منفيش جايه من كلمه النفي، عشان مالطا كان بيتنفي فيها السياسيين زمان، كان نفسي ابقى من السياسيين بتوع زمان دول. وقال عملته في مالطا، هو مبدئيا كده هو بار متوقع فشخ، بس الفكره هو قال عملت ليه؟ حاجه من الاثنين، يا اما هو اتجنن من القضه، او هو يقصد المثل بتاع البلد اللي محدش يعرفك فيها شلح واجري فيها. مش عارف، حاسس عيب كلمه شلح دي. ما علينا. عندي سوء تقدير في الفهم ومش شرط غلطه. عندي سوء تقدير تمشي ان هو ما بيقدرش حد، اما البار كله معناه ان هو بيعمل عبيط وبيريح دماغه، بس هو مش غبي. مسيت بالضرب البلطه وجيت طبطبت بطلعه. البلطه دي اللي هو السلاح يعني، وهشاركك الجزء العبيط مني، انا طول عمري مستنتج ان هي اسمها البلطه عشان بيقطعوا بيها خشب البلوط.
ما اصل اسمها البلطه وبتقطع خشب فمنطقيه فشخه والله. ما علينا من العبث ده. هو بيقول انه لما مسها بالبلطه بعدها راح يصالحه بقى بطلقه وتمشي انه الموت الرحيم عشان ما يسيبوش يعاني يعني. 10 سنين بي تي اس دي مزين تيجي نشير. البي تي اس دي ده يعني بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر او بالعربي اضطراب ما بعد الصدمه. فهو بيقول ما تيجي نشاركه مع بعض. ولا انت باصص في نجاحي بس؟ بس في كتابتي خاف من خفه ايدي كير. بسرق في كتابتي دبل مينينج. المعنى الاول انه بيترول له بيسرق الليركس، والمعنى الثاني اللي هو خاف مني عشان هسرقك او هسحلك معايا بكتابتي. وفي وورد بلاي لو قصده يبقى الراجل ده مجنون بجد. هو ايدي كير ده لاعب اسطوري في لعبه اسمها هارلينج او كره لمؤاخذه القصف. مشكله ان هو فعلا كان خفيف وسريع، فهي هنا بترد على خفه ايدي. ده غير ان هو كان صديق لمحمد علي كلايف، هو مشهور يعني. ويا رب يطلع اللي انا بقوله ده غلط، عشان لو كده يبقى الراجل ده ممسوس. انت من زمان مشطب زي السي دي بلاير، اساليبي غير مشطشط زي السي دي كرير. والسي دي بلاير اللي هو كان بيشغل السيديات زمان. اما السي دي كرير دي بقى منطقه حلوه فشخ في الساحل الشمالي، وهو عمل وورد بلاي انه مشطشط زي الاسعار اللي في السي دي كرير، والتقطيعه فيه مشطب ومشطشط جامده فشخ. بس الاجمد منها بقى المالتي سيلابلز في السي دي بلير وسي دي كرير. اي نعم هو لوى عنه كلمه بلير عشان يعملها، بس حلوه بصراحه. والصياعه الاكتر والاكتر كمان ان كلمه سي دي هومينيميز او متشابهات يعني، فبيبقى ليهم نفس النطق بس المعنى مختلف. الممنوعات والشعر نفس الشيء، مغيبين بالدون. يا دين النبي على البار، ده ايه الفجر ده؟ بيقولك ان المغيبات والشعر زي بعض. طب زي بعض في ايه؟ اننا بندونهم. المغيبات عشان متدونه جدول، والشعر عشان بيتكتب في دواوين. والمعنى الاصيع كمان بين لما قالك ان احنا اللي بندون، فاللي هو احنا كلامنا ادمان. من اصيع البارات اللي سمعتها بصراحه. ثابت على اي ارض زي كليم متلون. يا دي النيله، ايه البارات دي يا جدع انت؟ بيقولك ثابت على اي ارض ليه؟ عشان زي الكليم اللي بيتفرش على الارض، وختم البار بمتلون، فبقى متلون زي الكليم، وهو نفسه متلون او بيعرف يأقلم نفسه على اي حاجه. بس كان نفسك بس لو عايزه هنسيب هنزود حب. حبنا كان زي حسام وشريم مساكبين من الاول. حلو برضو الورد بلاي في ماسكه نفسك، بس لو عايزه تسيبي نفسك خلاص هزود وهسوق فيها يعني. والمعنى التاني او الواضح انك لو عايزه تسيبي او تبعدي فربنا معاكي، كده كده علاقتنا مسيكبه زي حسام حبيب وشيرين. ومسيكبه هنا برضو عشان العلاقه بينهم كانت بدأ بمغيبات وكده. بحرق راب اخواتي شبهي زي احمد داش. بحرق راب دي زي بحرق شغل، ومعناه ان هو بيعمل راب كتير. وحوار التشابه ده لان احمد داش اخواته كلهم شبهه، وكان طالع ميم اصلا على الحوار ده. والشبه بينهم هنا في انهم بيحرقوا راب. احسن ناس بس لا كليب. بعدين بند بالاخصام. وحلو الورد بلاي والمالتي سيلابل فيه احسن ناس واحلى كلاب. عسل انا وما تسقش دفع في النحله. هو بغض النظر ان البار كترول حلو، بس هو لسه مكمل في المالتيز بورد يعني. قال لك احسن ناس احلى كلاب، النحله بكام؟ يا سلام، صايع فشخ. والحراره ودعتني، قلت يا سلام. ودعتني بحراره دي دبل مينينج، منهم واحد واضح وواحد سافل انت فهمت، ورد عليه بيا سلام. العين فيها حرف العين، ماذا بعد؟ هنا هو ابي والتاني مره بيستخدم مهاره الهومينيمي في ان العين تمشي بمعنيين، الاول لما اخذك عضو، التاني كحرف. خلقي ضيق وما اكلش فزيته خان والسعب. صايع برضه بيقول لك انا خلقي ضيق برغم انه ما اكلش، وهو ما اكلش فعشان كده ما بقاش زي التخان او ما تخنش. وما اكلش جايب معنيين، اكلش حرفيا وما اكلش او ما جابش مع الناس، فاضطريت ان انا اوسعه. وتمشي برضه ان هو اوسعه زي التخان، ان هما بيوسعوا الهدوم يعني. هي فات جوك بس حلوه بصراحه. طول على دماغك نعل على كل حرف من كلامك كعب. هو هنا بيندب الاقسام وبيقول لهم ان هو رجله فوق دماغهم، ومش عارف كعب قصده بنفس المعنى ولا كعب اللي هو زي الوصل بتاع النور، فاللي هو انت كل كلامك ده انت شاريه ولازم تسدد ثمنه. بس مش احمد ولا عمرو بس جهه سعد. والورد بلاي هنا واضح في احمد سعد وعمرو سعد، وبالرغم ان هو ملوش علاقه بيهم، بس هي جهه سعد او هتفرح بوجوده يعني. تراك فشيخ، والحلو ان الكليب هيخليه ياخد حقه شويه. ومن رايي ان ابيوسف وسانتا في التراك ده جامدين فشخ، بس ابيو لسه اعلى برضه. انا مستني اليوم اللي سانتا هيبقى فيه اعلى من ابيوسف، لان انا متاكد ان هو هيجي. وبس لحد هنا تكون الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي رايك في الكومنتات. سلام.